الإجابة للتعقيب. السيدات والسادة النواب المحترمين، غير بالنسبة للاقتراح اللي تقدم به السيد رئيس الفريق الاستقلالي السيد عبد الحميد عواد، بالنسبة لهذيك المادة عندما قدمت في اللجنة كنت قد أثرت بأنه هناك إشكال مرتبط بمدى دستورية وضع هذه المادة في النظام الداخلي. ولما رجعت إلى قرارات المجلس الدستوري وقرأتها منذ 1963 إلى آخر قرار في 1998، فوجدتها قد عقبت على الأنظمة الداخلية السابقة وجود مادة، نفس المادة كيقول بأنه لا يمكن أن نلزم الحكومة بوثائق لم يلزمها بها القانون. فوضعت الوثائق التي نص عليها القانون التنظيمي للمالية ولم أزيد عليه، فكل زيادة يرفضها المجلس الدستوري. وأنا كما أشرت في الكلمة حاولنا ما أمكن أن نتوافق مع المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية حتى نجنب أنفسنا ملاحظة المجلس الدستوري لكي لا يلاحظ علينا. فكل ما سيرفضه ونحن نعلم أنه سيرفضه، فلا داعي لكي نضعه ما دام مخالف للقانون التنظيمي. وأنا كنت قد نبهت إلى هذا في اللقاء الأخير. شكرا. شكرا للسيد المقرر.